ما الذي يمكن أن تراه في محطة وقود؟ يلا إبراهيم. الكلاب. ها؟ الكلاب. 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 شنو هاي؟ يعني محطة الوقود؟ يعني محطة ما كلاب؟ يعني هي تدور بال بال. عدل بشر. وأنت رأسنجت الكلاب. عدل بشر. ما الذي يمكن أن تراه في محطة وقود؟ سيارة. السيارة. ونعم. ريخي وين رحت على الكلاب؟ شنو أنا قايل لك رايح بيطرة؟ زين. الآن قرر سامر. السؤال يروح لهم. لا والله. والله. عفية خي. تفضل أخوي سامر. تفضل. يلا. فهد. نعم سامر. عدل بشر يعني أنا وياك مالك علاقة. الوقود نفسه. اللي ممكن نشوفها في محطة وقود شنو؟ الوقود. 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 نعم نعم موجودة موجودة موجودة. الوقود موجود. السقيفة والمحطة. السقيفة والمحطة. السقيفة مع المحطة. خطأ. يعني أدري ألا تشيل راسك يعني هاي الدنيا كلها قدامك ما ألا تشيل راسك يعني السقيفة. ما الذي يمكن أن تشاهديه يا أخت أنفال في محطة وقود عدل بشر؟ ممكن القطع اللي مكتوب عليها مثلا منا بنزين منا غاز. اللوحات. لوحات. اللوحات. اليافطات. الإعلانات الموجودة في المحطة هل نراه؟